السلام عليكم، صباح الخير. نتلاقى الليلة في مي لايف توثيقي جديد لإبداعات ثورية ومدرمانية، لأنها جغرافية في مدرمان لسه في مبدة، لجداريات ولكتابات في الحوائط وثقت لثورتنا المجيدة لحراكنا الثوري. أنا الليلة في مبدا لسه، طبعا زي ما قلت لكم انا في وزاره التربيه والتعليم في اداره المرحله الثانويه بمحليه مبدا. الزلط ده هو زلط فرعي من هناك من الشارع الادميه، يسمى باسم شهيد. حنشوف هسه الجداريه اللي اتعملت له من شهدائنا اللي هم اكرم منا جميعا. الشهيد مصعب مصطفى اللي هو من شهداء هبة ديس سبتمبر، عفوا. نبدأ جداري من بدايته، الثورة السودانية. الجداري اشتغل فرح أو اشتغلت فرح يوم 10/9/2019. دائما القبضة بترمز للصمود للثورة للقوة. الشهيد الرسام مصطفى مصعب مصطفى، عفوا مصعب، كلنا شفنا الجدارية بتاعته، شفنا صورته دي بتكون في بروفايله بالشكل ده. شهيد مصطفى عنده حتة في مقابر البكري فيها تاريخ استشهاده. الشهيد الرسام مصطفى، معلش شوف بس في ناس جو مرة غيرت الكاميرا. الشهيد الرسام مصطفى مصعب مصطفى لون بيضاء هي 50، ما عرفت 50 دي شنو. 50 مدرسة مع حملة عديل المدارس، اشتغل 50 مدرسة بالريشة بتاعته وبيدمه. رسم خريطة الوضع الكبير: قف دون أرضك في الحياة مناضلا، ان العقيدة في الحياة نضال. مبادرة جداريات الشهداء. شهيدنا مصعب مصطفى، حاجة حلوة انه ثورة ديسمبر تتلاقى مع هبة سبتمبر. الجدارية قلنا كانت بتاريخ 9/10/2019، فممكن تكون في ذكرى هبة سبتمبر. ربي يتقبل مصعب وباقي شهدائنا ويقدرنا نجيب حقهم ان شاء الله، حق الوطن. ودي فرصة انه استغل المنبر بتاعي ده وهاشتاك الله نشهد، اي زول حضر المجزرة يشهد، لانه ده حقك على شهدائنا، حقك على مصابين، حقك للكنداكات والشفات اللي كانوا معك في الاعتصام وبيجوا ما معك تاني بعد ذاك، لانه في كلاب اختالوهم. على السودان ممسوك بايادي ثائره لكنداكات وشفاته، مواكب ما بترجع ما بتراجع تاني. اقف قدامه واقول للدنيا انا سوداني، زي ما قال سرقدور على اللسان الكاشف. يا منى، منى كانت بريء توثيقات مهمه يا ميزو، اتمنى نقدر نوثق كل الافعال الثوريه في ربع مدروان، وتلاقي فريق يشيل معك كل مدرسه. والله يا ريت والله انا بضم صوتي لصوتك، ويا ريت اللي عندهم حاسين أهمية توثيق الجداريات دي إنهم يوثقوا في المدن الثانية. لكن اتأكد تمام إنه لو جاتني سفرة برا الخرطوم وشفت الجدارية حوثقها، أكيد ما في كلام. والله حاجة مهمة. الشكر لهم يا منى، ما لينا، للناس المبدعين والمبدعات اللي اشتغلوا الجدارية دي من التشكيلية والتشكيلات أول هو الهوا لسه ما صغروا موهبتهم بالدراسة طبعا.
ليس من الأسباب. طيب بكده الليلة الجدارية اللي بتوثق لشهيدنا مصعب مصطفى انتهت كتوثيق مني، وإن شاء الله نتلاقى في مين لايف توثيق جديد لإبداعات خرطومية، لإبداعات أم درمانية، لإبداعات بحراوية وثقت لحراكنا الثوري، سواء كان في الاحتصام، سواء كان في مواكب تجمع المهنيين، سواء كان في هبة سبتمبر، سواء كان في أي حراك ثوري لنا ضد نظام الجبهة الإسلامية. من أول شهيد أنا بترحم عليه، أول شهيد وشهيد لحد آخر شهيد، وربنا يقدرنا إنه نجيب حقهم. ويلا نشهد تاني، وبذكر يلا نشهد.